اهلا بحضراتكم من جديد. ما زلنا بنحتفل وبنكرم طبعا بطلات السله سيدات على حصولهم على بطوله الدوري المرتبط للمره الثالثه على التوالي. وفي البدايه اول الفقره الثانيه بحب ابارك لهاله شعراوي، النهارده كانت قرايه فتحتها، الف الف مبروك. يمكن يعني كانت هتبقى ضيفتنا طبعا، ولكن حدث زي ده ما ينفعش تسيبه وتيجي للبرنامج، هو ده الحدث الوحيد اللي ممكن يعني نلتمس ليه العذر الحقيقه. فهي بنقول لها الف الف مبروك، يا رب ان شاء الله يتمم لها على خير، يعني خبر اسعدنا جميعا. طبعا هاله لاعيبه الفريق ومركز اربعه، الف الف مبروك، كل يعني المباركه ليها ولاسرتها ان شاء الله ويتمم لها على خير. برحب بضيوفي اللي انضمونا طبعا، بالاضافه للكابتن نابل الف المدير الفني، دكتور محمد جاد المدرب العام واحد يعني الركائز المهمه اللي بيعتمد عليها كابتن نابل الفي بالفريق بالجهاز، لانه الحقيقه دكتور محمد بيمتاز بحاجتين، بيمتاز انه هو فنيا ما شاء الله عليه، انه كان لعيب كبير جدا، وفي نفس الوقت بدنيا دارس وعارف يقدر ياهل الفرقه بدنيا ازاي. منورنا يا دكتور. ربنا يخليك يا استاذ، والف الف مبروك، ودورك باين وشغلك باين في المباراه. ربنا يخليك، الله يبارك فيك، متشكر جدا يا استاذ. شكرا. برحب بلاعيبه الفريق الحقيقه، من يحيى زكريا احد اللاعبات المؤثرات جدا في الفرقه، ولسوء الحظ كانت مصابه المباراه اللي فاتت، ولكن لو كانت موجوده اكيد كان هيبقى ليها دور كبير. منا اهلا بيك. اهلا بيك، منورنا في الاستوديو. نور حضرتك. شكرا. ويعني الف مبروك على البطوله، نتمنى ان شاء الله ترجع من الاصابه بسرعه. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا برحب يعني بلاعبه معروف ان هي يعني جمهور الفرقه، بتشغل لهم اغاني الالتراس بقى في الـ في الـ في الـ في العربيه، وبتشغل لهم الاغاني الحماسيه قبل المباراه. معانا طبعا نجمتنا جنى مصطفى. اهلا بيك. مبروك ومنورانا في الاستوديو. الله يبارك في حضرتك، منورك. جنى قولي لي ايه قصه بقى الاغاني والحاجات اللي انت بتعمليها وتشغلها لهم في الاوتوبيس وانتوا رايحين الماتشات؟ يعني انت ليكي ارتباط كده مع الجمهور، احكي لي عنه. بحاول احمسهم قبل الماتش، يعني بما ان الاغاني بتاعت الالتراس بتحمس وبتبقى حاجه مهمه يعني، فبحاول ان انا قبل الماتش اخليهم يعني ازاي يتحمسوا ويركزوا في الماتش ويبقى عندهم روح اللي هو لا احنا هنكسب والاهلي ولا. طب قولي لي يعني، خليني برضه اقول ان ماتشات الباسكت ما فيهاش جمهور، يعني للاسف الدوري ومش الباسكت بس، هتلاقي اليد والطايره بيخافوا يدخلوا الجماهير. يعني بتهيألي ممكن تشوف الجمهور بس في البطولات العربيه الافريقيه، زي ما شفنا البطوله العربيه للسيدات الكره الطائره وفزنا بيها. يعني بيتهيألي مشاركتنا في البطوله العربيه اللي جايه دي ممكن نشوف جمهور النادي الاهلي معاكم، صحيح ولا لا؟ اكيد ان شاء الله، يعني اكيد لو في حاجه دوليه او عربيه او كده لازم الجمهور هيكون موجود، زي مثلا في الفالي. هتلاقي انت مستنياها دي يا جنة بقى. ده اكيد. بس في اسكندريه بس جمهور الاهلي في كل مكان. صحيح ولا لا؟ دي حقيقه، في اي حته. طب كلميني عن البطوله دي يا جنة، يعني انتوا دخلتوها بفكر ازاي؟ اولا دوري مرتبط السيدي كان مضغوط جدا، لان الدوري ابتدى متاخر، تم تاجيل الدوري لشهر 12، ودي كان مشكله كبيره جدا وصداع للجهاز الفني وصداع لكل الناس في مصر، ان التاجيل جه بصراحه بشكل غريب شويه. خليني اقول يعني البطوله دي دخلتوا بفكر ازاي عشان تقدروا تاخدوها؟ هو احنا دخلنا من الاول مركزين قوي ان احنا مش عايزين نخسر ولا ماتش، فكنا بنلعب كل الماتشات، يعني ناخد ماتش بماتش، والماتشات اللي كانت في الاول كمان كان فيها ماتشات كتيره جامده، ان احنا لازم نكسبها كلها، ومن اول ما ننزل نكسب، ما نسيبش نفسنا للاخر عشان ناخد البطوله دي المره دي، يعني من غير ما نخسر ولا ماتش. ونجحتوا يعني بتهيألي بعد كل مباراه ورا الثانيه، بس كان في مباراه يمكن مباراه سبورتنج اللي هناك، ما عشان يعني كنا نازلين. لا مش الاخيره، سبورتنج اللي كانت في اسكندريه، المباراه دي كان فرق 7 بونت، وعرفت ان بعد كده قدرنا نعوض وطلعنا 7 بونت، كان فاضل 3 دقائق، كان اداء رجولي جدا. كلميني عن المباراه دي بالذات. ليه انا بسالك انت على المباراه دي؟ لان انت لعبك حماسي، والمباراه دي عايزه حماس وجري وخط وبتاع، فانت يعني المباراه دي اكيد انت كنت شايفاها برؤيه ثانيه. ده كان اول ماتش نلعب فيه سبورتنج، وطبعا هو منافس، اجمد منافس لينا، فطبعا كنا مركزين قوي ان احنا من اول الماتش احنا هنلعب كويس، ولازم نثبت لهم ان احنا مفيش زي احنا الجامدين، واحنا لا بس مش الماتش ده، ده لا لا ده اللي كان هنا الاخير، ده اللي كان هنا، ده اللي كان هنا، ده اللي ده المباراه اللي هي كانت اخر مباراه الختاميه اللي كان بعديها تسليم الجوائز. اتفضل. بس ف ما حسيتوش لحظه ان انتوا ممكن تخسروا المباراه يعني وانتوا هناك؟ لا كنا بنلعب لاخر دقيقه، وكنا واثقين ان احنا هنكسب، وان هما ما طلعوا علينا، بس كان وقت اقف كده، غلطات بسيطه وصلحناها على طول. دي مباراه البطوله، خلي بالك. يعني حقيقي يعني لو نتكلم صح، مباراه البطوله هي مباراه سبورتنج في اسكندريه. احنا نازلين من الاول واحنا عارفين ان هي الماتش ده هو اللي هيخلينا نقفل الدنيا كويس،
ولازم نخلصه كويس ونلعب فيه كويس قوي ونثبت لهم الاول ان احنا موجودين يعني زي السنه اللي فاتت ويمكن احسن كمان. نفسك ايه يا جنه مع الفرقه؟ يعني كل لعيب بيبقى ليه طموح على المستوى الشخصي مستوى الفرقه، خلينا نتكلم في المستوى الجماعي، نفسك تعملي ايه مع الفرقه؟ نفسي طبعا نكسب السنه ان شاء الله الثلاث بطولات، ادي اول واحده فيهم، وان شاء الله يعني نلعب حاجه عربيه وافريقيه ونكسبها ان شاء الله. ان شاء الله. طب كابتن هبه اجي لك انا بقى، لان انت قصه بس شويه كده عايز اخدها من الاول منذ توليك المسؤوليه. كان عندك هدف او رؤيه شايفها، يعني انت كنت شايف ان الفرقه محتاجه تدعيم في بعض المراكز، كنت شايف انت طالع لك برضو ناشئات كويسين. انا مش هتكلم على البطوله دي، انا هتكلم من اول ما استلمت المهمه منذ يمكن سنه وشويه او سنه واكتر او سنتين تقريبا، فكرت ازاي وصلت فين دلوقتي؟ والله الحمد لله وتوفيق من ربنا كبير، يعني زي ما احنا كنا واحنا في الاستضافه الاولانيه كابتن هيثم، زي ما انا قلت قبل كده، انا الحمد لله الفرقه كانت مش في مكانتها الطبيعيه في السنين اللي فاتت. انا خدت الفرقه كان هم رابع الدوري وثالث الكاس، كانوا هم بطل المرتبط، بس سبورتنج كسبوا سبورتنج مره واحده بس. من كم مره؟ من كم مره؟ كان اربع مرات، كان السيزون ده تقريبا اربع مرات او خمس مرات، يعني هي مباراه واحده اللي كسبوها، والمرتبط كان كسبان كل مبارياته. ده يعني وضع الفرقه، يعني الفرقه كانت طالع ناشئات من تحت 18 سنه كويسين، بالاضافه لقوام الفرقه. قابلتنا اول مشكله حقيقيه ومشكله كبيره هو سفر نادين سلام، يعني بعد بعد ما توليت بعديها بشهر نادين جالها منحه. نادين كانت من افضل اللاعبات وبنته طبعا كابتن سلعاوي، خليني اعرف الناس، وكانت لعيبه مؤثره جدا، وفجاه راحت جامعه نورث كارولينا من اكبر الجامعات. نادين مؤثره طبعا، هتاثر على النادي الاهلي، تاثر نادين بتاثر على منتخب مصر. نادين غابت عن منتخب مصر 18 سنه اثرت عليهم. صحيح. فدي كانت المشكله. المشكله الثانيه هو ان هم مش واخدين على حمل التدريب كتير، وهم يعني مش مصدقين ان هو ممكن في وقت قليل جدا ان احنا لازم ننافس ولازم نكسب. ما كانش الهدف ده، مش مصدقين ده، مش مصدقين، مش مصدقين. دي كانت اكبر مشكله من قبل. قلت لهم اللي حلين ان احنا نتمرن، اول حاجه هنتمرن احنا اولاد، هنتمرن احنا بنات النادي الاهلي، الرجاله زي ما بقول عليكم من اول ثانيه مسكتهم. والحاجة التانية، المشكلة التانية هي دراساتهم كليات قمة كلها وكليات صعبة. فقلت لهم أنا معليش دعوة، وأول رولز حطيناها هو نو اكسكيوز، ده أول رول اتفقت معاهم. مفيش أعذار، مفيش أعذار، ده أول حاجة اتفقت. أجازة معنا. يعني إيه أجازة؟ مفيش أجازات، مفيش أجازات، مفيش أجازات، مفيش هزار. تمرين الصبح وبالليل، أنت ظبطي الدروس وظبطي المحاضرات وظبطي الدراسة على التمرين، بعيد عن التمرين ماليش، يعني ماليش دعوة. احنا لازم اربع ساعات او ثلاث ساعات تمرين، دول مقدسين. وخد اشتغل معاهم نفسيا. لقيت استجابه ساعتها يا كابتن؟ استجابه كبيره جدا بصراحه، وما كانش في اعذار، كان في التزام كبير جدا كابتن هيثم بجد. يعني انا بتكلم على الهواء، النتائج باينه يا كابتن، احنا ما بنتكلمش على بغض النظر، بغض النظر عن النتائج، هم تعبوا جامد جدا والتزموا جامد جدا، والاهم هو ان احنا عايزين نبني شخصيه البطل، هي شخصيه النادي الاهلي اللي احنا مستمرين عليها لحد دلوقتي. ما ينفعش وكان عندنا مش غيره، كان عندنا غيره حسنه من طمع. بنات الفولي طمع. وبنات الهاند بول اللي بيكسبوا، احنا الفرقه الوحيده الجماعيه اللي مش بتكسب. انا مش متعود على كده ومش متربي في النادي الاهلي على كده، احنا نمره واحد في كل حاجه. ان شاء الله هنتعب وهنجتهد ونكسب، مستقبل ليكم، احنا السن صغير، حاولنا ندعم من بره. في صعوبه في تدعيم الفرق البنات، لكن حاولنا وخدنا بالاسباب عشان الناس تبقى فاهمه، حاولنا واجتهدنا جامد جدا ان احنا نتفاوض مع بنات من بره، لكن كانت ساعتها وقت انتخابات وكده، وغير كده صعب انتقال في السيدات، مش سهل، مش سهل، لكن في بنات كان عندها رغبه واحنا كنا متابعينهم، لكن ظروف الانتخابات في كل الانديه منعت انتقال. خلينا اجي لك في النقطه دي بعد كده يا كابتن، لان احنا عايزين نتكلم فيها لان كانت مهمه وناس تسالوا فيها كتير. بس خلينا نروح لدكتور محمد، يعني من اول ما كابتن هاب الالف كلمك تتولى معاه المسؤوليه تدريب عام الفريق، يمكن المدربين عامه بيميلوا اكتر، يقول لك لا ابتدي مع الولاد، اشتغل مع الولاد يعني، بس انت خدت الموضوع بشكل ثاني يا كابتن. هو الحقيقه يعني لما ايهاب اتكلم معايا، كابتن ايهاب، انا
يعني اب صديق شخصي ليا كابتن اب، فانا بثق فيه قوي وبحب ان انا اشتغل معاه. يعني هو سابقني بكتير خبرات، عنده حاجات كتير برضو الواحد محتاج في بدايه عمله التدريبي ان هو يستفاد منها، يحاول برضو ينمي قدراته في الحته دي. غير برضو لما تشتغل مع حد يعني بيربطك بيه علاقه صداقه، وكان ممكن يكون في نفس النادي ونفس المكان طبعا جدا، وبتكون انت حاسس بالفه وحاسس بان يعني زي ما كنا مثلا موجودين في الملعب، مش حاسس ان في فروق كبيره. صحيح. موضوع البنات او الولاد او كده مش حقيقه مش بيفرق كتير، لسبب ان كل حاجه بيبقى ليها مثلا هدف او تارجت. احنا رحنا حسيت ان التارجت اقوى في البنات، لان احنا جينا على فرقه زي ما الكابتن ايهاب وضح مش بتكسب، ودي من الحاجات اللي انا يعني بحبها، يعني بميل ليها في شخصيتي ان انا اشتغل في مكان مش كسبان. الواحد لما بيقدر يحقق بالناس دي او بالفرقه دي، وبالذات لما يكون هم بنفس يعني بنفس الشعور وبنفس الروح اللي جواهم دي، ان هم كمان عايزين بس مش عارفين الطريق ايه. بس يا كابتن كل اللي من طنطا كده. يعني انت طبعا يعني يمكن فعلا والله لا بامانه، يعني طنطا بالذات لما بقابل حد منها يعني رياضي وبحس عنده الاصرار والتحدي، صحيح ولا لا؟ ده حقيقي فعلا والله. يعني عايز اقول لك ان انت حتى وانت لعيب كنت كده. ما بقول لحضرتك دي من الحاجات اللي هي يعني احنا اتربينا عليها وتعودنا عليها، ان الواحد دايما طول ما هو حاطط لنفسه هدف وفيه ريسك وان هو بيحاول ان هو يوصل لحاجه، وبالعكس لما بتكون المكان مش كسبان بتحس ان الدافع اقوى ان انت تقدر تحقق حاجه افضل وتحقق حاجه. طب قول لي انت مع الفرقه، يعني اول ما مسكتوا الفرقه طبعا كابتن ايهاب لسه قايل انتوا كنتوا عايزين تغيروا شخصيه او فكر اللاعبات من ان احنا نقدر نكسب ونقدر ننافس، واكيد اشتغلتوا على ده. طيب الناحيه البدنيه كمان لما قابلتها كنت شايف الموضوع ماشي ازاي؟ يعني زي ما كابتن ايهاب كان لسه موضح حالا، هم ما كانوش متعودين ان هم يعني يبقوا تحت بروجرام، ان هم يبقى عندهم حاجات في منها تطور مستمر، بيحسوا بالتطور ده تدريجي، مش متعودين ان هم ياخدوا احمال في الجيم، مش متعودين ان هم ينزلوا التراك باشكال مترتبه، مش متعودين حتى على اشكال الريكفري نفسها. كانوا مستغربين ان هم مثلا يعملوا حمامات ثلج، ان هم يعملوا ساونا، ان هم يتدلقوا، الكلام ده هم ما كانوش حاسين بيه. لكن بصراحه بسرعه هم اندمجوا لما حسوا بان في فروق بتحصل. صحيح. لما حسوا ان بالظبط، لما لقوا نفسهم شكلهم في التراك مختلف، شكلهم في الجيم مختلف، لما لقى ده بينعكس على ادائهم في الملعب. هم كان عندهم الملكه بس مش قادرين يوظفوها ازاي. ده بصراحه انعكس بشكل كويس. الحمد لله الحمد لله. طب قول لي انت بامانه لما اشتغلت انت اشتغلت مع اولاد واشتغلت مع بنات، الالتزام يعني كل ضيوف اللي بيجوا بيقول لك الالتزام عند البنات اكتر في الفريق، التعليمات بيلتزموا بيها اكتر، شايف ده حقيقي؟ يعني نفس الرؤيه اللي شايفينها كل المديرين في البنات كده، ولا انت عندك راي تاني؟ لا حقيقي حقيقي، وبالذات مع الفرقه دي، وانا فعلا والله مش بجامل مثلا عشان احنا على الهوا، لا فعلا انا حسيت مع الفرقه دي، ويمكن اللي وصل الروح دي الكابتن ايهاب لما كان بيكلم حضرتك في الحته النفسيه. وصلهم ان هم يقدروا يعملوا ده، بنى لهم الحلم قدامهم ان هم يقدروا يبقوا ابطال. فهم فعلا كان في التزام كبير جدا، التزام بالتعليمات، بغير كده ان في ناس مثلا من الفرقه تلاقيها تيجي عايزه كوتش في حاجه نقدر نزودها، كوتش نقدر ننزل الجيم، كوتش نقدر نجري كذا، هل ده يعني يزودنا؟ لا، تحس ان في زي ما بيقولوا ايه شغف، لان هم دكتور محمد انا حضرت التمرين لقيتك خارج عرقان زي اللعيب. خارج عرقان من كتر ما انت بتجري معاهم وبتحاول تديهم التمارين مظبوط. لا يعني ما شاء الله عامل مجهود كويس، ربنا يكرمك يا كابتن محمد. الحمد لله شكرا لله. الحمد لله. الف سلام عليك. الله يسلم حضرتك. ايه بقى قولي لي اصابتك ايه؟ هو انا كنت في تمرين كان قبل الدوره المجمعه على طول. اصابتي تمرين مش في ماتش. انا بقول لكم تمرين عنيف يا جماعه، خفوا شويه. لا بهزر طبعا، اتفضلي. فحصل لي طرقعه كده في بطن ركبتي، فخرجت طبعا حطيت تلج وقعدت وريحت، كان وجع شديد جدا. بعدها بيومين ورمت منه؟ لا ما رمتش زي لا ما رمتش. بعد كده عملت ام ار اي طبعا، فطلع ان هو قطع جزئي في الغضروف. فالحمد لله اطمنت ان هو مش محتاج عمليه، هو بس تاهيل وحاجات بس في تقويات تقويات بس مش اكتر.
والحمد لله خلاص انا خلصت جزء كبير منها. والدكتور ريهام بصراحه كانت متابعه معايا كويس جدا، كانت كل يوم بتبعت لي بروجرام عن ان انا كل يوم بروجرام بعمله في البيسين وفي الجيم. دكتور ريهام طبيبه الفريق، كل التحيه والتقدير لدكتور ريهام. بصراحه المشاكل كلها تعبت معانا كتير، وكانت متابعاني كل يوم على التليفون وبعمل ايه في الجيم وبشتغل ازاي كانها معايا بالظبط. وخلاص الحمد لله بكره هنزل ان شاء الله يعني على خفيف هبدا. طب انت ليكي قصه كده، انت السنه اللي فاتت قعدت في اصابات كتير وبعد كده نقلت دراستك طبعا كان مدينه الشروق بعيد شويه على النادي، وكابتن هاب الالفي طبعا حس ان هو احتياج ليكي وكلمك اول الموسم. قولي لي لما كلمك كابتن ايهاب حسيت ان انت عندك الرغبه ترجعي تاني؟ يعني ايه اللي حصل اللي خلاكي تقولي لا انا 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 هرجع وهرجع وهبقى احسن من الاول؟ بصراحه انا ريحت شويه في الفتره دي فعلا، يعني خلتني اخد بالي ان انا لا يعني انا محتاجه الباسكت في حياتي. حسيت ان انا مش يعني كانت الدراسه طبعا واخده وقت كبير وجزء كبير من حياتي، بس برضو الباسكت كان عامل دور مهم طبعا. انا بريح من الدراسه في الباسكت وحاسه ان انت قادره. بالظبط، بقيت عندي رغبه ان انا فعلا عايزه ارجع. حتى الاصابه دي لما جت لي لا مش مهم، يعني في ناس تقول لي ما كفايه كده بقى خليكي قاعده، لا انا عايزه ارجع فعلا يعني مش هقعد. طب قولي لي انت طبعا بنت كابتن يحيى زكريا رئيس مدينه الجيزه وطبعا رجل انا كني له كل التقدير والاحترام، قولي لي بابا بقى بيخش يعني يتدخل في حاجات كده ويقول لك وينصحك ولا ملوش علاقه بيك؟ اكيد بيتدخل كلهم بيتدخلوا لانه كان بيلعب نفس مركزك صح؟ طب ليه يعني عايز اقول بقى الكلام اللي ما بيطلعش يعني يعني بيبقى في الكواليس، يجي يقول لك لا انت محتاجه اكتر توجيه بابا بيقول لك ايه؟ اكتر حاجه هو عايزني طبعا، اي اب عايز بنته تبقى احسن حد في الدنيا. يعني كل ماتش يجي يقول لي بعد لا دي الكره دي كان لازم تعملي فيها كذا، لا الكره دي كان لازم تنطي مش عارفه يعني. بتشدي بعد تقول لها بابا لا خلاص ما تكلميني ولا بتشدي؟ اصل انا ببقى خارجه من الماتش ما بتسمعيش الكلام كده لازم. لا بسمعه انا ببقى خارجه من الماتش، انا يعني خدت بالي بعمل فلاش باك كده للماتش، انا عملت الكره دي غلط، لا لازم كان المفروض اعملها كده. فهو بيعيد اللي انا بعيد نفسي يعني في نفس الكلام. فاللي هو انا يعني خلاص مش محتاجه حد يزود الهم على همه. انا عارفه اللي عندي ايه والمشاكل اللي عندي بالظبط كده. طب قولي لي التمرين، ما هو انا بقول لك انتوا ما شاء الله قوتكم في تمرينكم، وبعيد تاني وبقول لان الفرقه اللي عايزه تكسب لازم تتمرن كويس ولازم تأدي في التمرين، وانا عارف ان كابتن ايهاب سيستمه اللي ما بيتمرنش يقعد. فانت يعني شايفه يعني مش كل اللاعبات بيحبوا التمرين، انت شايفه ان فعلا التمرين ده هو سبب قوتكم ولا توليفة اللعيبة ولا الوفرة في اللعيبة؟ يعني ايه اللي عامل الحالة دي جوه الفرقة؟ هو طبعا التمرين عامل اساسي، ان احنا بنتمرن في التمرين على الحاجات اللي احنا المفروض نعملها في الجيم، فالتمرين بيساعد كتير جدا وبيصلح لنا اخطائنا. وطبعا الفتنس مع كابتن جاد والجيم وكل ده، التقويات احنا كلنا محتاجين فعلا تقويات على رجلنا عشان نقلل الاصابات اللي بتجيلنا. الموسم طويل كمان طبعا. فلازم نعمل تقويات علشان نقدر نكمل الموسم ده، لسه قدامنا بطولتين لازم طبعا ان شاء الله هناخدهم ان شاء الله عشان نحقق ثلاثيه. فطبعا انا هسالك سؤال تاني كمان، انتوا كفرقه يعني المكسب ما بيجيش غير بروح كويسه، يعني البنش زي في الملعب زي وزيه وزيه، ده مهم جدا. يعني فرقه البنات اللي الطايره لو يعني لما اتفرجنا عليهم في شاشه قناه النادي الاهلي لقينا ان ما فيش حد اسمه لاعب ومين ما لعبش. انتوا عندكم نفس الروح دي في الفرقه ولا لا؟ بصراحه في اي ماتش البنش بيشجع كانه في الملعب بالظبط، الروح بتاعتنا الحمد لله روح قويه وحلوه، كله بيشجع بعضه، مفيش حاجه اسمها انا ما لعبتش انا زعلان، لا كل يعني الماتش اللي فات اللي هو بتاع سبورتنج ده اللي هو يعني لقد يعني ما لعبتش في حاله التاهيل ده اللي احنا خسرناه، كان بصراحه الناس كلها كانت بتشجع، حتى بره السكور كانوا بيشجعوا، كلنا كنا عايزين نكسب الماتش ده. طب طموحاتك مع الفرقه ايه؟ عايزه ايه؟ يعني كل اللاعبات قالوا لي احنا عايزين 3 بطولات وباصين برضه للبطوله العربيه وافريقيه، عندك الطموحات دي؟ طبعا اي حد عايز يلعب اي بطوله بره اللي هي الدوري والكاس والسوبر. في يعني غيره شويه من فرقه البنات بصراحه. غيره كبيره. البنات عندهم افريقيا السنه دي خلي بالك. احنا كان نفسنا طبعا نلعب افريقيا، ويعني ان شاء الله نلعبها السنه الجايه، واي حتى بطوله عربيه يعني حاجه مختلفه، ان احنا يبقى اسمنا لا احنا عملنا حاجه جديده، حاجه بقى لها كتير ما حصلتش جوه النادي. ان شاء الله تعملوها باذن الله. يا رب التمرين ان شاء الله. اصرارها تعملوها ان شاء الله. دكتور انت شايف ان بامانه بدون مجامله الفرقه دي فيها عناصر تقدر تنافس على مستوى كبير على مستوى قاري عربي؟ لو حصل اكيد اي فرقه بتروح تنافس بيحصل تدعيم كمان بلعيبه اجانب، شايف الفرقه دي من وجهه نظرك بدنيا وفنيا تقدر تنافس في البطولات دي؟ حقيقه من غير مجامله يمكن مش تحيز والله النادي الاهلي، لا الفرقه دي يمكن تكون الفرقه الوحيده اللي عندها القدره تعمل ده.
حضرتك لو بصيت على النادي الاهلي الكابتن ايهاب بيعمل معسكرات بيدخل بال 16 لعيب وبيبقى في خلاف وعمالين ندور عشان عندنا قاعده كبيره عندنا يعني اختيارات كتير الفرقه دي فيها تنوع كتير عندنا ناشئين عندنا بنات من تحت 18 سنه ما شاء الله على مستوى عالي جدا عندنا بنات خبرات كبيره دينا عمرو وسهيله وهاله حتى الناس اللي عندها خبرات وسنهم صغير زي نور والناس دي الفرقه دي فعلا اكتسبوا خبرات لا اكتسبوا خبرات يعني عندهم خبرات بس سنهم صغير الفرقه دي يمكن تكون الفرقه الوحيده اللي عندها العدد ده يعني كل فرق مصر بتلعب مثلا ماكسيمم بتلعب 10 لعيبه 8 لعيبه لا لا بامانه ده لا احنا مش عندنا الكلام ده والكوتش ما شاء الله بيغير ويعني بيدي فرص كتير وبيدخل ناس وبيعمل خبرات لان هو بيعمل لمستقبل النادي الاهلي قدام مش بيعمل لموسم واحد فعشان كده بقولك بجد من غير مجامله يمكن دي الفرقه الوحيده اللي عندها القدره انها تقدر تلعب على المستوى العربي والمستوى القاري وتحقق مش مجرد انها تشارك للتمثيل المشرف بس مسؤوليه عليكم يا دكتور بس ارجع لجنة تاني جنة مين مسك الاعلى مثلي الاعلى اولاد وبنات ده في مصر ولا بره مصر اي حاجه قولي اي حاجه تعجبك جوردن مايكل جوردن بس ده مش مركزك بس مثلي الاعلى كباسكت كباسكت بول طيب في حد بنات يعني انت شفتيهم وانت صغيره وقلتي لا دول مثلي الاعلى وانا عايز ابقى زيها ما شفتيش حد لا يمكن هو هقول لك لان هو يعني ممكن في 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 جيل انت ما شفتهوش احنا شفناه يا كابتن ايهاب لا طبعا لا جيل جنه مواليد 98 جنه يعني لسه كان سنه في الدرجه الاولى لسه صغيره وانا بقول لك في جيل ما شافتش جيل رحاب الغنام وياسمين وياسمين ومراد وياسمين عز غالي عرابي يعني وراني عادل ما شافتش الجيل ده ولا الجيل طبعا اللي قبليه يعني ما شافتوش عشان كده ما فهي يعني اللي شافتهم اكبر حد عندنا اهالي اكبر حد سنا ورا دينا عمرو يعني بالتالي هي كانت لسه تحت 14 سنه 16 سنه فمش هتشوف غير دول يعني. طب قولي لي يا جنى انت يعني عندك مشكله مع الدراسه؟ هل الدراسه يعني انا عارف انت بتحب التمرين ومتواجده ويمكن انا بشوفك انت من اوائل الناس اللي بيخشوا التمرين، عندك مشكله في الموضوع ده ولا لا؟ مش عندي مشكله قوي لان انا يعني الدكتورز بتوعي في الجامعه ما بيعرفوا ان انا بلعب رياضه وفي النادي الاهلي طب بيساعدوني قوي لا بيسهروكي اكتر ما احنا عندنا الجامعه الجامعه او الجامعات التعليم بيضايق اللعيب لا لا احنا عندنا يعني يساعدوني جدا جدا وكمان عشان انا في ميديا فبالنسبه لهم لا ده انت هتعملي حاجه بقى وبالنسبه لهم هيبقى في حد في الجامعه يعني بيعمل حاجه ما تقوليش لحد عشان ما حدش يحسدك ان في حد بيساعدك يعني انت بيقدروا ان انت عندك بطوله طبعا وبيعدوا لي الحاجه والدكتورز بتديني اكسكيوز عادي ولو في امتحان ممكن تاجله لي يعني مش مشكله قوي عندك بعدين هبقى عامل لو انت ما شاركتيش في ماتش او ما لعبتيش وقت طويل بامانه سيبك انسي ان كابتن ايهاب موجود وكابتن جاد والناس ملايين شايفه انسي الكلام يعني ما بتحس بالضيقه شويه ولا انت شايفه ان حتى اللي في الملعب انا وراه لغايه ما نكسب يعني شايفه ده يعني انت نفسك على المستوى الشخصي من الفرقه بتحس ان انت ما عندكيش مشكله نلعب بس الفرقه تكسب؟ طبعا اهم حاجه ان احنا نكسب اول حاجه ان احنا لازم نكسب بعديها ممكن الواحد بيبقى متضايق شويه اللي هو بيبقى عنده حاجه عايز يطلعها زياده فبيبقى عنده طاقه لسه ما طلعهاش اللي هو لا انا عايز انزل ازودها واثبت نفسي اكتر لكن اهم حاجه طبعا ان احنا نكسب دي اول حاجه يعني الواحد بيبقى متضايق قوي لما بنبقى خسرانين ولا بارت تايم بنبقى خسرانين انت من النادي الاهلي من صغرك يا جنة في النادي الاهلي والناشئين لغايه ما طلعت الدرجه الاولى اول تمرين ليكي مع الدرجه الاولى كانت امتى؟ تفتكريها وتقولي لي انا لا انا اتمرنت التمرينه دي وقالوا لي ومين اللي بلغك انك كنت في 16 تاني سنه مين بقى اللي بلغك هتمرني مع الدرجه الاولى؟ مش فاكره بس يعني يوم ما طلعت مين اللي كان مدير فني طيب؟ كان كابتن سيد صابر هو اللي بلغك قال لك هو بعت حد يبلغك تيجي تتمرني كنت حاسه ان انت هتكملي ولا انا تمرينه كده لا مش. كنت صغيره لا انا شويه وخلاص ما كانش يعني اقصد اقول اللعيب صغير لما بيتقال له هتلعب مع الدرجه الاولى بيقعد بالليل يكوي هدومه ويقعد ينظف الجزمه والله يعني كبير انت حسيت ان ده طبيعي وعادي ولا لا ده حاجه كويسه ان انا العب في النادي لا الدرجة. طبعا حاجه كويسه جدا يعني كنت صغيره وبالنسبه لاي حد ده حاجه يعني طيب كبيرة. قولي لي انت ما كنتش بيبقى عندك غيره شويه من لعيبه الطايره بيكسبوا واليد بيكسبوا ولا كان عادي؟ طبعا طبعا بس خلي بالك انت مفصل يفصل بينكم وبينهم شبكه ما بين الطايره وما بينكم
عشان هما كانوا على طول هما بصوا احنا كنا بنكسب واحنا صغيرين بس كان كفيرست تيم ما كنا ما بيكسبوش فبالنسبه لي انا صغيره على طول بكسب فاني اطلع ما كملش في ان انا بكسب دي اكيد هتبقى حاجه صحيح حاجه صحيح. صعبه جدا صحيح. فكنت طالع لا هو احنا لازم نكسب هو احنا زي ما احنا بنكسب تحت نكسب فوق صحيح غير ان هما كمان بيكسبوا فاحنا مش معانا الباسكت مش موجود لا الباسكت لازم يبقى موجود لازم ناخد وضعنا طب انا مين ما سالتكيش مين ماسك الاهلي جوه مصر ولا جوه مصر برضه هو جوه مصر بصراحه ما فيش قوي بس بره مصر على مستوى الولاد بلاش بنات يعني لا مش ما. مش طب بره مصر بره مصر انا بحب ليبرون جيمس بس هو مش بوزيشن بتاعي بس انا يعني بحبه جدا كل العالم بيحبه على فكره لا في ناس بتحب بتفضل كوبي براينت عن ليبرون جيمس يعني بيرون ليبرون جيمس مش بيع يعني مش ليبرون قوه فتاكه رهيب ليبرون جيمس بيشغل عقله شويه سوري كوبي براينت بيشغل عقله شويه و يعني طب على مستوى محلي مفيش حتى سيدات رجال حد في نفس مركزك لا يعني اسماعيل احمد بس لو كنت شفت اسماعيل كابتن اسماعيل طبعا شفته لو حضرتي ماتش اسماعيل شفته كان في بطوله عربيه كده كانت في اسكندريه كنت انا في المنتخب معسكر كنا بنروح نتفرج عليهم كان رهيب هو يعني يمكن انتوا ما حضرتوش ماتشات او يمكن بعد الثوره الدنيا هدت كتير في البلد انتوا ما شفتوش يعني ماتشات اللي هي ما حضرناش الاجيال القديمه صحيح جاد عايز اسمع منك كلمه اخيره امنيتك مع الفرقه ايه طموحاتك ايه يعني بصراحة الواحد بيتمنى ان ربنا يعني يكلل مجهودنا وتعبنا اللي احنا بنتعب فيه ونقدر نحقق حاجة للنادي الاهلي واسم النادي الاهلي ان احنا على الاقل نكسب الثلاث بطولات اللي احنا موجودين فيهم السنة المحلية اللي بنشارك سيبنا واحدة خلاص الحمد لله يعني دي كخطوة اولى لو في ان شاء الله اي مشاركه مثلا عربيه او قاريه ان شاء الله يعني نقدر نحقق حاجه نشرف بيها اسم النادي الاهلي ونحس ان احنا حققنا طموحنا وان احنا ربنا يعني جزانا خير بتعبنا وشغلنا اللي احنا بنشتغل طول ما انتوا بالروح دي يا كابتن هتحققوا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله دكتور نورتني دكتور محمد جاد مدرب عامل فيا نورتني وشرفتني والف الف مبروك ونحتفل بيكم ببطولات اكتر واكتر ان شاء الله يا رب شكرا يا كابتن عايز شكرا منى يحيى نورتني وشرفتني والف سلام عليك وترجعي الملعب بكره ان شاء الله يا رب يعني بشكر جنة مصطفى نورتيني وشرفتيني ومزيد من التوفيق ومزيد من الاغاني الالتراس في الاوتوبيس ان شاء الله ميرسي اعزائي المشاهدين هيطلع فاصل وهنستمر في استقبال ضيفتنا خلينا بقى نقول نتكلم بصح يعني وبطلاتنا بطلات دوري المرتبط لكرة السلة فاصل صغير وارجع لحضراتكم تاني يا حلقني